يا الأخوة، بعد أشواط اللقاية سننتقل إلى مسافة الكيلو مترين، وبعد ذلك إلى التكريم عند مدخل الدور الرئيسية. عند المدخل الرئيسي سيكون التكريم، وسيكون تكريم الفائزين وأيضا لقاءات معهم ومع الفائزين. إذن الشوط يستعد للانطلاقة، الشوط السابع لقاية أبكار يستعد وتجرى الاستعدادات لانطلاقة هذا الشوط، شاط البكار. حقيقة أهني كل الفائزين في هذا اليوم، نحن جميعنا فائزين حقيقة بهذا التجمع الأخوي وهذا التجمع ودعم رياضة الهجن العربية الأصيلة، كلنا فائزين اليوم وكلنا في خامس أيام العيد هذا الاجتماع وهذا السباق بمثابة العيد وعيدين مع هذا التجمع وهذا الالتقاء والاحتكاك وتجهيز الهجن أيضا لبداية الموسم الذي يطرق الأبواب في 29 من هذا الشهر. إذن أهنئ كل الفائزين، من لم يوفقوا ومن لم يحالفهم الحظ خيرها في غيرها إن شاء الله في قادم الأيام. وأيضا كما ذكرنا بأن الموسم في بدايته، ما عليكم إلا التجهيز والإعداد الجيد والعودة من ثم للمشاركة في السباقات وفي الأشواط القادمة. إذن هناك تكريم للفائزين بعد أشواط الحقائق اللي من مسافة الكيلومترين، ومن مسافة الكيلومترين بعد نهاية الأشواط كم شوط يا بخيت اليوم حقائق؟ إذن ربما 5-6 أشواط ستنتهي مباشرة، سيتم التسليم هناك مع مدخل الدورة الرئيسية ومضمار 5 كيلومترات، سيكون التسليم. أيها الأخوة، انطلق هذا الشوط على بركة الله وانطلاقة ممتازة وسليمة، وأيضا تنطلق شعارات أبناء القبائل في هذا الشوط القوي. وكل أشواط اليوم حقيقة تنافسات قوية، وأيضا على صدارة الأشواط كل المضمرين يستعدون، كل المضمرين يخططون يرتبون أوراقهم لمثل هذه الأشواط التي تنطلق بقوة. إذن نوجه التحية لمؤسسة الأصايل ولموقع الأبرق الحاضرين الدائمين دائما في هذه الانطلاقات وفي هذه السباقات. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط ريمة لسعيد بن عبد الله بن سعيد، تحتل مقدمة الشوط، وتليها في المركز الثاني وصفة لسعيد بن سالم بن مسعود المري. يا وصفة الحب، يا وصفة النقلة والدور، دور المركز الثالث تنتقل إلى ثالث المراكز وانطلاقتها ممتازة. براقة محمد الحسن بن عبد الله السوداني، وبراقة منطلقة انطلاقة ممتازة وقوية، واللي تتسلل في هذه اللحظات إلى ثالث المراكز مزاحة محسن محمد الحسن السوداني، أيضا المركز الخامس في هذه اللحظات الغزيل راشد بن محسن المنخس، ولكن دخول عليها من قبل الشاهينية راشد بن علي العلي المعاضيد، غيرت وانطلقت إلى خامس المراكز والعودة إلى مقدمة الشوط وإلى ريمة لسعيد بن عبد الله بن سعيد المري. تحتل ريمة مقدمة الشوط، شعار بصلعة يحتل مقدمة الشوط مع عبد الله بن سعيد بصلعة، شعار مطرة، شعار العديد والعديد من الأسماء اللامعة. أتمنى التوفيق لريمة، ويبدو أنها مسللة ريمة العودة والنقلة إلى ثاني المراكز. الله يا شعار بن مسعود مع وصفة سعيد بن سالم بن مسعود، ولكن دخول من قبل شعار العلي راشد بن علي العلي المعاضيد، غيرت وانطلقت إلى ثاني المراكز الشاهينية. الشاهينية غيرت مجريات الأمور وانطلقت ثانية في هذا الشوط، بينما ريمة ما زالت تنطلق في مقدمة الشوط مع عبد الله بن سعيد بوصلعة المري يقودها. يا سلام يا سلام، يقودها في هذا الشوط، ولكن انطلقت الشاهينية، غيرت الشاهينية مع العلي المعاضيد مع راشد بن علي العلي المعاضيد. والخوف من وصفة، الخوف من شعار بن مسعود، الخوف من براقة. الله، تغيرت الأسامي، تغيرت الشعارات، تغيرت المواقع، غير بن مسعود مع الوقت الحساس، الوقت الحساس. يا سلام يا سعيد، يا سلام يا شاعرنا، شاعرنا الموقر، شاعرنا المضمر ينقض في هذه
هذه اللحظات مع وصفه والوصف الدقيق والوصف الممتاز لهذا الشوط. انطلقت وصفه أيها الأخوة أيها الأعزاء. إذن النقطة الثالثة بعد فوزه أمس بما يقارب 3 أو 4 أشواط. يبدو أن هذا الشوط ينحى منحى إلى عزبة بن مسعود. ينطلق هذا الشوط إلى عزبة بن مسعود، وتهانينا لآل مسعود كافة ولسعيد بن سالم بن مسعود على هذا الفوز، فوز وصفه. بينما براقة لمحمد الحسن بن عبد الله السوداني. يا سلام يا براقة، يا سلام يا ابن الخرطوم، يا سلام على انطلاقة براقة وعلى شكل براقة وعلى آداء براقة من تحتل المركز الثاني. بينما أيها الأخوة أيها الأعزاء، وصفة تحسم مجريات الشوط مع سعيد بن سالم بن مسعود. الله 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 الله، تنطلق أيها الأخوة، تنطلق وصفة ما شاء الله تبارك الله على وصفة وعلى انطلاقة وصفة. مشكور يا مضمر مصيحان ويا مضمر الصقيل ويا مضمر العديد من الأسماء اللامعة. الله يا بن مسعود، يا سلام يا سلام، تحية إجلال واحترام، وتحية لسعيد بن سالم بن مسعود. جهد يذكر وأيضا يشكر من قبل هذا المضمر. إذن وصفه أيها الأخوة الكرام تقترب من خط النهاية محققة عرض وآداء ممتازين في هذا اليوم وختام همسك. إذن تحية لسعيد بن سالم بن مسعود على هذا الفوز. يستاهل بسالم هذا الفوز. لحظات الوصول، تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني ننتظر لحظات وصول ثاني المراكز. وصفه أخذتنا بعيدا عن كل المراكز. المركز الثاني براقة محمد الحسن بن عبد الله السوداني. المركز الثالث الضبي. المركز الثالث لجابر بن حسين بن جرحب المري. المركز الرابع تسعة. المركز الرابع تسعة. رابع المراكز غزية راشد بن حمد المنخس. المركز الثالث الشاهينية جابر بن حسين بن جرحب. المركز الخامس خامس المراكز ريمة سعيد بن عبد الله بن سعيد بوصلعة المري.